بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض كورس الفوكابلري اللي كنا بدأنا فيه. النهاردة هناخد درس جديد، وهو درس Rotation of the Sun and Earth. Rotation of the Sun and Earth ده درس بيتكلم على أو هو شبه الدرس اللي فات. إحنا كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا على او في الفيديو اللي فات اتكلمنا على فكرة ان الارض دي ماشي، هي عبارة عن سفير، هي كورة، وبتعمل روتيشن، دايما بتتحرك او بتعمل ريفولف. والدرس ده احنا هناخد كلماته بس، وان شاء الله الشرح هيكون واضح المعاني فيه اكتر. احنا مش بنشرح دلوقتي، احنا بس بناخد الفوكابلري علشان وانت بتذاكر الدرس تكون فاهمها كويس. فتعالوا نبدأ بأول كلمة، وهي كلمة movement. movement، كلمة movement يعني حركة. احنا كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا على او في الكلمات اللي فاتت اتكلمنا على فكرة ان في حاجة اسمها sun، وان السن دي هي السنتر، يعني موجودة في النص في السولار سيستم، يعني في الفضاء موجود الصن في النص، وحواليها بلانتس، حواليها كواكب، وكانت الكواكب دي دايما بتلف حوالين الشمس. It always revolve around the sun، دايما بتلف حوالين الصن. طب كلمة revolve دي يعني بتتحرك، يعني بتلف، ما هي بتلف يعني بتتحرك، وبالتالي كلمة حركة نفسها اسمها movement. يبقى كلمة حركة اسمها ايه؟ movement. يبقى movement يعني حركة. انت نفسك لما بتقوم مثلا تجيب مية تشرب، او ان انت بتروح للسكول او كلام من ده، انت بتتحرك، ومعنى ان انت بتتحرك يعني بتعمل movement. any object move make movement، اي object بيتحرك بيعمل movement. طيب انت لو بتتحرك اكيد بتتحرك في اتجاه معين، يعني انت مثلا في يمينك وفي شمالك وفي قدامك وفي وراك، ولا بيكون مثلا حاجة كده، يعني لو انت مثلا بتتحركي فهتمشي ناحية اليمين او الشمال او قدام او الورا، او في يعني في اتجاه معين. ففكري معايا كده، يمينك ده اسمه ايه؟ يعني هو رايت، يمين يعني رايت، بس بيشاور في اتجاه ايه؟ بيشاور في اتجاه الايست. ايست، ايست يعني شرق، ايست يعني شرق. لما تكون انت واقف وتقوم لافف وشك ناحية اليمين وتمشي، انت كده ماشي في اتجاه الايست. ايست يعني شرق. so ايست العكس بتاعها ويست، الناحية التانية ناحية الشمال. لو انت لفيت ومشيت ناحية الشمال انت كده ماشي ناحية الويست. يبقى انا عندي ايست، ايست، وعندي ويست. هي ما بتتقالش ويست، هي ويست، يعني انا بس عشان بشرحها لكم، بس هي ويست. ايست ويست، ايست ويست، ويست. اوكي، اتكلمنا قبل كده على الموفمنت، وقلنا ان الارث دي دايما بتعمل موفمنت. طيب حلو قوي الكلام ده. الارض لو انت تخيلتها اكنها كوره، اكنها بول، ومسكت البول دي وقمت راسم خط في نص الكرة بالظبط، يعني بص الخط اللي انا هرسمه ده، رسمت خط كده في النص، الارض مش بتلف حوالين الخط ده كده على طول، هي بتبقى مايلة شوية زي الصورة دي. بص كده ركز، الارض بتلف ايه؟ تحس ان هي وهي بتلف مايلة شوية. كلمة مايلة دي معناها inclined، اللي هي الكلمة اللي تحت دي، شايفين الكلمة دي معناها ايه؟ مائل. طب كلمة اكسس نفسها ما يعني محور. ايه الاكسس ده يا مستر؟ اللي انا كنت لسه رسمه، اللي هو الخط اللي في النص بالظبط ده، الخط اللي هو مفروض في النص كده ده، الخط ده اسمه اكسس. هل هي بتلف مع الاكسس بالظبط ولا مايلة شوية؟ لا هي مايلة، بس انا في الجزء ده انا ما يهمنيش انك تعرف قوي المعنى، انا بس عاوزك تعرف ان اللي في النص بالظبط، لو انت جبت كورة وقمت تخيلت الخط اللي في النص بالظبط ده اسمه اكسس،
ده اسمه ايه؟ اكسس. اكسس اكسس يعني محور، نص الحاجة بالظبط اسمه محور اللي هو اكسس. طب نكمل وهنروح بقى للانكلايند قدام. طبعا في كلمة شادو، احنا عارفين شادو، والورايا كده شادو شادو سيكونس سيكونس. كلمة سيكونس كلمة مهمة جدا، ومعنى كلمة سيكونس يعني تتابع. يعني ايه تتابع يا مستر؟ انت مثلا لو بصيت لأيام الأسبوع هتلاقي ان بيجي الساندي وبعدين ماندي وهكذا، يعني الحد بعد الاثنين وبعد الثلاث والاربع وهكذا، ويرجع بعد الفرايدي بعد الجمعة يجي ساتردي يجي السبت، وبعد ساتردي يجي ساندي وبعدين ماندي وهكذا. يعني ايه؟ السبع ايام يجوا وبعدهم سبع ايام تاني، وبعد يعني الجمعة سبت حد وفي الاخر بعدين جمعة تاني وسبت حد وبعدين جمعة تاني. يفضل يحصل تتابع. كلمة تتابع يعني سيكونس. كلمة تتابع يعني ايه؟ سيكونس. زي بالظبط انت مثلا بتصحى الصبح وبعدين تروح السكول وترجع تاكل وتقعد تذاكر وتنام وبعدين تصحى على المدرسة تاني وتروح وهكذا، يعني تصحى وتروح المدرسة تاني وهكذا. يفضل التكرار ده كل يوم يحصل، ونفس الكلام every day كل يوم السن رايز السن تقوم طالعة وبعدين تعمل ست، تطلع وبعدين تمشي، تطلع وتمشي. يعني او مثلا يبقى في نهار، احنا خدنا قبل كده كلمة نهار. كلمة نهار يعني ايه؟ مين عارف كلمة نهار يعني ايه؟ نهار نهار يعني day. هو ينفع يوم بس برضو معناها نهار، يبقى day day يعني نهار. يجي النهار اللي هو الدي، وبعد يجي نايت اللي هو الليل. دي نايت دي نايت دي نايت. يفضل النهار يجي وبعدين ليل اللي هو النهار يجي وبعدين الليل دي وبعدين نايت وهكذا. طب ده بيتكرر every day، تتابع، بيحصل حاجة اسمها sequence. فهمت يعني ايه sequence؟ sequence يعني هي كلمة مهمة، ان الحاجات بتيجي ورا بعضها بالترتيب وبتتكرر. اوكي طيب، زي بالظبط لو انت بصيت للصورة دي، لو انت بصيت على الصورة دي، الصورة دي بتعبر لك عن حاجة اسمها four seasons. ايه هو الفور سيزون؟ الفور سيزون يبقى الكلمة اللي بعد كده اللي احنا نتكلم عنها four seasons. four seasons four seasons يعني الفصول الاربعة. انت مثلا احنا دلوقتي مثلا نفترض ان احنا في الصيف، فاحنا في فصل اسمه summer. كلمة فصل يعني season. احنا في summer season. بعد شوية بعد السمر يبقى احنا هنا حاليا. بعد السمر ندخل على الاوتم اللي هو الفول، يعني اللي هو الخريف. وبعد الفول او الاوتم يجي الوينتر، وينتر يعني شتاء. وبعد الوينتر تلاقي نفسك رحت لمين؟ رحت للسبرينج، السبرينج اللي هو الربيع، وبعدين سمر، وبعدين اوتم وهكذا. وبعد الاوتم نروح للوينتر وهكذا. يبقى انا عندي حاجه اسمها four seasons اللي هم summer واوتم ووينتر وسبرينج. دول بيجوا ورا بعضهم، تمام؟ يبقى انا عندي كلمه مهمه اسمها four seasons. زي ما اتكلمنا قبل كده ان كلمه day، كنت لسه بشرحها لكم، ان كلمه day يعني نهار. ايه ده يا مستر؟ مش day يعني يوم؟ ايوه، هي بتيجي بمعنى يوم او نهار. يعني انت لو عاوز تعبر مثلا عن كلمه احنا دلوقتي بالنهار، طيب احنا دلوقتي بالنهار دي now we are in day، احنا دلوقتي في النهار مثلا يعني. طيب عكس كلمه day night، عكس كلمه day يعني night. يبقى انا عندي day and night، تمام؟ طيب الكلمه اللي بعد كده هي inclined اللي انا كنت لسه بشرحها لكم، ان محور الارض الاكسس اوف ايرث. انت ما
ما تبعدش ابدا عن كلمه اكسس اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، ان اكسس هو الخط. ثواني، اكسس هو الخط اللي في النص بالظبط، الخط ده. طب يعني ايه انكلايند؟ يعني مايل. الخط اللي بيقسم الارض، او اللي هو يعني تخيل ان هو بيقسم الارض نصين عشان تلف حواليها، ده اسمه انكلايند. وطبعا في الدرس هنفهم ده كله يعني. انكلايند انكلايند انكلايند. فصل الصيف يعني سمر، اعتقد انتوا عارفين ان الصيف يعني سمر، وشتاء يعني وينتر. شتاء يعني وينتر. وينتر دي كلمات الليسن ده، تعالوا نقراها مع بعض من الاول. يلا هتقولوا ورايا بقى، يعني انت معايا كده تقولي ورايا، وانت برضه تقول ورايا. يلا، يهمني انك تحفظها وتعرف الكلمه معناها ايه. موفمنت موفمنت. است است. في ناس بتقولها ايست واست، الاثنين صح، بس الافضل تقول است. وست. قول ورايا. وست وست. اكسس اكسس. شادو شادو. سيكونس سيكونس. فور سيزونز فور سيزونز. داي داي. نايت نايت. انكلايند انكلايند. سمر سمر. وينتر وينتر. دي الكلمات اللي انا عاوزكم تحفظوها، يا ريت تكتبوها في كشكول كده كويس وتحفظوها، ان شاء الله تكون مفيده ليكم. وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.